بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة امبارح في مباراة هامة جدا في دور الاثنين وثلاثين، في مباراة الذهاب في النيجر، تعادل النادي الأهلي مع الحرس الوطني، فريق الحرس الوطني في النيجر. طيب خلينا نتكلم مع حضراتكم في ثلاث أو أربع أمور هامة جدا فيما يختص بهذه المباراة، في بعض الأمور وفي بعض المباريات اللي بتبقى عندك فيها أو بتبقى وحش فيها، خليني أكون صريح مع حضراتكم، أو بتبقى سيء فيها في معظم المباراة، بتحتاج إلى النتيجة فقط، بتحتاج إلى النتيجة فقط. ولكن أنا مش هطلع أقول لحضراتكم مبررات. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا مش هطلع أقول أن الأرض وحشة وأن درجة الحرارة عالية وأن إحنا عندنا 11-12 واحد من اللاعبين مش موجودين مع الفريق وأن إحنا كذا وأن إحنا كذا، لا مش هطلع أقول كل هذه المبررات، ولكن هقول أن في بعض المباريات اللي بتبقى فيها وحش الفريق الكبير اللي دايما بيكسب في ظل هذه الظروف، وفي ظل أن هو كمان الفريق بيلعب بشكل وحش. إحنا كلنا متفقين كأهلوية أن النادي الأهلي لم يكن جيد امبارح، ده احنا كلنا متفقين. بالمناسبة مفيش حد من الأهلوية قابلته مبسوط من أداء مباراة امبارح، ولكن في نفس الوقت كل الناس عارفة أن هناك أمور أخرى خلت النادي الأهلي يصل إلى المستوى اللي لعب بيه امبارح. أمور أخرى إزاي؟ أنت عندك ناس كتيرة جدا جدا غايبة عن هذه المباراة. يا عم اسلام انت هتقعد تقول لنا في مبررات وفي كلام، الحقيقه يا جماعه برضو ده مش كلام ولا مبررات ولا اي شيء خالص، ولكنها حقائق. الحقيقه دايما هي اللي بتبقى صحيحه او هي اللي بتتقال قدام الناس، وهي اللي بتوصلك في النهايه ان انت تاخد البطوله، ان انت تاخد البطوله.